اليوم بدي اقول لك كيف ممكن تقدم لقطر وشو لازم تعمل بالمقابله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا محمد ناصر ابو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، وفي هذه السلسله من الفيديوهات اسمها الحياه في قطر نتكلم للممرضين خاصه كيف ممكن يشتغلوا بقطر ولو اجوا واشتغلوا بقطر ايش ممكن يلاقوهن. في البداية أنت كممرض باحث عن عمل أكيد بتتابع كل الجرائد، بتتابع كل المواقع على الإنترنت، بتتابع كل صفحات التمريض وكل صفحات وظائف الخليج على الفيسبوك وعلى جوجل وعلى غيره، وأكيد إن عندك حساب على لينكدإن وعلى كذا موقع للبحث عن وظيفة، فأكيد راح تشوف إعلان مطلوب ممرضين لدولة قطر. أولاً لازم تتأكد إنه الإعلان لمستشفى حكومي، لأنه العلاوات والرواتب والبدلات وبدل التذاكر وبدل السكن وكل الأمور هاي لمستشفى الحكومة أحسن من المستشفيات الخاصة. رقم 2، خصوصاً لو أنت موجود داخل دولة قطر لكن بدون شغل، لازم تنتبه إنه العقد overseas أو local. overseas يعني أنا جايبك من آخر الدنيا، فمستعد أعطيك راتب وبدل تذاكر كل سنة وبدل سكن كل شهر وكل أنواع العلاوات والحوافز اللي بالدنيا. لوكال يعني أنت أصلاً قاعد في البلد مش خسران إشي، فأنا بعطيك الراتب وما إلك أي شيء ثاني. غالباً راح يطلبوا منك 3 سنوات خبرة بعد الحصول على مزاولة المهنة الأردنية وليس بعد التخرج، وهي الغلطة اللي كثير من الناس بعملها، بتخرج وبعد بسنتين بروح بنتسب للنقابة وبطلع مزاولة المهنة. طبعاً لازم يكون عندك سي في أو سيرة ذاتية جاهزة ومرتبة ومقروءة وواضحة. في المستقبل إن شاء الله، في المستقبل القريب، راح أعمل لكم فيديو مفصل كيف تعمل سيرة ذاتية احترافية وتنقبل لدى جميع الشركات والمؤسسات. كل شهاداتك وشهادات الخبرة وشهادات الجامعة وشهادات النقابة والمزاولة وغيره بدها تكون محفوظة بصيغة PDF على الكمبيوتر أو تليفونك أو على فلاش ميموري. لازم تكون عامل لهم سكان كلهم وحافظهم سوفت كوبي. في البداية راح تشوف الإعلان مطلوب ممرضين، أرسل السيرة الذاتية إلى العنوان التالي، بحطوا لك إيميل، تبعت شهاداتك أوراقك خبراتك كل شيء تمام وبتستنى الرد. فيما بعد راح يحددوا المكان والزمان للمقابلة أو إذا في امتحان بتروح. ملاحظة مهمة، مش شرط تشتغل بخبرتك، ممكن تكون خبرتك غسيل كلى وهم طالبين ممرضين طوارئ، ممكن أنت كبنت خبرتك مثلا جراحة وهم طالبين بنات للتوليد أو للأطفال. المقابلة يا إما بتكون شخصية، اللجنة بتجيك لعمان بتقابلك، وممكن تكون فيرتشوال أو أونلاين عبر سكايبي أو عبر زوم أو مايكروسوفت تيم أو أي تطبيق للمكالمات الفيديو. وتنساش زي ما أنا قلت لك في فيديو قبل هيك أنه دائما قطر بالذات دائما رسوم المقابلة على المستشفى، لا تخلي حدا يضحك عليك. مهم جدا المقابلة راح تكون بالإنجليزي، غالبا اللي بقابلك ممكن يكون بريطاني، ممكن يكون هندي، ممكن يكون فلبيني، فلازم تحكي إنجليزي وإنجليزي كويس. إذا فهموا إنه أنت مش فاهم أصلا شو الأسئلة اللي بتنسألها ما راح تشتغل. البس كويس، إذا في عندك بدلة مرتبة جيبها وتعال. للبنات بلاش منه المكياج الفاقع. راح يسألوك عن نفسك، شو درست، كم خبرتك، وين اشتغلت، إيش الأقسام اللي اشتغلت فيها. ممكن يسألوك بعض الأسئلة في تخصصك، أسئلة علمية عن الأمراض، عن الأدوية، عن البروتوكولات اللي بتعودت تشتغل عليها وهكذا. وأهم إشي أخبرهم أنت متى بتكون جاهز، يعني لو طلبتك بكرة بتقدر تستقيل وتيجي ولا في شهر لحتى المدير أو الوزير يقبل استقالتك من شغلك أو إجازة بدون راتب. في النهاية بيختاروا الناس اللي شورت ليستد أو اللي تم اختيارهم من بين كل الموجودين وبيبلغوهم. بعد المقابلة بأسبوع أسبوعين فترة معينة راح يبعث لك إنه أنت عجبتنا، هاليومين بيصلك الأوفر. رح يوصلك ورقة واحدة، يمكن أحط لك صورتها هون، اللي هي عرض العمل. إحنا رح نعطيك مثلا درجة 108، رح يكون اسمك Registered Nurse، رح نعطيك راتب أساسي كذا، بدل مواصلات كذا، بدل سكن كذا، تذاكر طيران كل سنة، إجازات سنوية 40 يوم أو 42 يوم كل سنة، مرضية بيطلع لك 45 يوم بالسنة إلى آخره. بتطبع هذا الأوفر، بتوقع عليه، ترجع بتعمل له سكان بعد ما توقع عليه وبترجع تبعت لهم اياه بالايميل. توصلك الفيزا وتذكر الطياره لك لوحدك اذا انت مسافر لحالك، واذا كان العقد كابلز يعني عقد لك وعقد لزوجتك انتوا 2 ممرضين بيوصلك تذكرتين. طبعا راح تسافر لوحدك اذا كنت مش متجوز او عقد لك وزوجتك مش موظفه. ملاحظه، زمان كانوا يطلبوا شهاده فحص كورونا او شهاده انك تلقيت مطعوم كورونا، برضو جيبها. حتى لو تلقيت 3 جرعات جيبها معك، لانه لو انت ماخذ 2 بدك تاخذ 3 هون. طيب ابو يوسف، لما اوصل قطر في سكن للمتزوجين؟ لا، انت اول شهرين ما الك لا سكن
ولا إقامة ولا حساب في البنك ولا راتب إلى أن تزبط وضعك وتطلع كل الأوراق هاي. طب لو إحنا اثنين متجوزين واثنين ممرضين وكل واحد جاب عقد، أنت بتسكن في سكن الشباب العزاب لحالك وهي في سكن البنات العازبات لحالها، ولما تخلص كل الورق تبعك تعمل الإقامة، تفتح حساب البنك، يصير ينزل لك راتب، هي تعمل إقامة، بتقدم طلب إنك تحصل على بدل سكن أو بتقدم طلب إنك تنتقل لسكن المتزوجين، وساعتها بتجتمعوا على خير إن شاء الله. لو انت متزوج وانت لقيت لحالك عقد وهي ما لقيت لها عقد، تروح تقعد لحالك شهرين وهي بتضل في بلدك، وبعدين لما تطلع الإقامة تعمل لها إقامة على كفالتك انت وبتلحقك زوجتك. اول ما توصل البلد في اسبوع اورينتيشن في مكان بسموه مركز اتقان، هذا المركز لكل الناس اللي النيو كامرز او الوافدين الجدد على وزارة الصحة، بروحوا باخذوا الاورينتيشن تبعهم هناك. لو بدك تداوم في قسم باطني، جراحة، عيون، اطفال، شو مكان، في اورينتيشن جنرال او ميديكال سيرجيكال بتاخذه. ولو بدك تداوم في اي سي يو، سي سي يو، طوارئ، في اورينتيشن كريتيكال بتاخذه، مختلف تماما عن هذاك. بعد هيك بتشتغل 3 أشهر تجربة، عجبتهم بتثبت، وقبل ما ينتهوا 3 أشهر بشوي بتكون قدمت البرومتريك القطري، أخذت مزاولة المهنة، أخذت إقامة إلك على كفالة مؤسسة حمد، وطلعت لزوجتك وولادك إقامة على كفالتك أنت، وبعت لهم التذاكر وجبتهم على قطر. في الفيديو القادم راح أذكر لكم كل التفاصيل اللي ما ذكرته هون، راح أحكي لك عن شغل الممرض من أول يوم بتداوم فيه لحد لحظة الاستقالة بالتفصيل الممل. ساعدونا بلايك للقناة، شير للفيديو، وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم.